السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع إيمان فتيان. النهاردة إن شاء الله هنتعلم أساسيات الكروشيه. أول حاجة هنبدأ فيها هي طريقة عمل الدائرة السحرية، وهي حاجة مهمة جدا في اللي حابب يتعلم الكروشيه. أول حاجة بنبدأ نعملها، بنبدأ نعمل زي دايرة كده ونعمل على شكل إكس، بعد كده بنبدأ نعمل جواها سلسلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. عندي بسحب الخيط الطويل اللي هو اللي انا سايباه بره الدائرة، بسحبه بلاقيه بيتسحب معايا ويتعمل معايا بطريقة سهلة وبسيطة، وابدأ اعمل جواها بقى حسب ما انتوا حابين تعملوا طاقية راس، وحسب الغرزة اللي انتوا حابينها. هنا بعمل حشو، غرز حشو داير جوه الدايرة السحرية. اول ما سحبت الخيط اتقفلت معايا الدايرة السحرية، ابدأ نعملها تاني. تابعوا معايا بالطريقة دي، بجيب الخيط على بعضه بطريقة شكل الاكس، بدخل الابرة، بعد كده بعمل جواها سلسلة بالطريقة دي، واسحب بقى الخيط اللي هو طرف الخيط. الدائرة عندي بتضيق. بعد كده هنبدأ بقى نعمل عقدة البداية. لو احنا حابين مثلا نعمل شال، وردة، اي حاجة. عقدة البداية دي نفس حركة الدائرة السحرية، بس احنا بنعمل ايه بقى؟ بنشد الخيط جامد، بنعمل سلسلة واحدة ونشد الخيط جامد. نبدأ نعملها تاني، بنلف الخيط نعمله اكس، بعد كده بندخل الابرة ونعمل غرزة سلسلة، وكمان غرزة سلسلة، ونسحب الخيط. كده اتعملت عندنا عقدة البداية. هبدأ اعمل غرز السلاسل. السلاسل هي عبارة عن غرز ورا بعض بدون اي تكلفة او اي مجهود. بتدخلي الابرة جوه الغرزة وبتطلع معاكي بالطريقة دي. النهاردة برضو هنتعلم ازاي نعمل غرزة الحشو وغرزة النصف عمود والعمود. انا هنا بحاول اعلمكم ازاي تعملوا غرزة السلسلة، ودي سهلة وبسيطة جدا. واللي حابب يعلم اطفاله، يعني انا اتعلمت الحاجات دي من وانا في ثالثة ابتدائي تانية ابتدائي، ففادتني بعد كده لما كبرت. انا هنا بعمل غرزة الحشو. غرزة الحشو بنبدأ ندخل الابرة داخل غرزة السلسلة ونطلعها من ورا، وبعدين ناخد بالإبرة خيط ونطلعه من غرزة السلسلة. بيبقى معانا اتنين غرزة، اتنين خيط على السلسلة، ونسحب خيط كمان نطلعه من تحت الخيطين اللي احنا عملناه. نبدأ نعمل تاني، ندخل داخل غرزة السلسلة، نسحب معانا خيط، بندخلها داخل السلسلة غرزة السلسلة ونسحب. طلعت معايا غرزة اهي كده، اتنين معايا على الحشو. اسحب بقى بسلسلة بخيط واسحب، بيطلع معايا غرزة واحدة معايا على الابرة كده، معايا اتنين. هبدأ بعد دلوقتي نعمل غرزة النصف عمود. بناخد خيط على الابرة كده، احنا معانا خيط على الابرة اهو، بناخد خيط كمان وندخل بيه في غرزة السلسلة من ورا، وبعدين نسحب خيط كمان من الخيط بتاعنا كده. معانا تلت خيوط على السلسلة. ناخد خيط ونسحبهم من تحت تلات خيوط، او تحت تلات من تحت تلات الغرز اللي احنا عملناهم.
واحدة كمان، دخلنا الإبرة وطلعنا على 3 ودخلناها طلعت معانا بواحدة، ندخل الإبرة ونطلعها كده معانا 3، وبعد كده نطلعهم من الثلاث خيوط اللي كانوا على هنبدأ نعمل النص اللي كانوا عمود على الإبرة. العمود بلفة، دلوقتي هنبدأ نعمل العمود غرزة بلفة العمود. بناخد خيط غرزة العمود معانا نفس الطريقة، وبندخل نفس تاخد خيط النص معايا عمود وانا مدخلة على الغرزة وبنطلع معانا وبطلع 3 وانا معايا خيط، بعد كده 3 على السلسلة على الإبرة، بسحب خيط وبنطلع واطلع من 2 نخرج من بس، 2 بعد كده اخد يبقى خيط معانا 2، واطلع من وبعدين 2 الباقيين نطلع ونخرج من واحدة بالطريقة دي. اعمل واحدة ولا تاني، كمان، باخد خيط بناخد معايا خيط معانا على الإبرة، وادخله بعد في كده الغرزة بندخل داخل السلسلة واطلع من ورا الخيط وناخد خيط معانا، معايا 3 غرز نطلع على معانا السلسلة، 3 على السلسلة، اسحب ندخل الإبرة الخيط ونطلع واخد من 2 2 بس بس، كده وبعد يبقى كده معانا 2 برضو معانا باين على 2 على الإبرة، نطلع السلسلة ونخرج على دي واحدة، الإبرة، بعدين اسحب أعملها تاني، 2 الباقيين. خدنا خيط دخلنا اي جوه حاجة الإبرة، حابين تتعلموها اكتبولي تحت في التعليقات وانا وبعد اعمل لكم كده فيديوهات ليها، بسحب وكمان ما تنسوش تعملوا لي لايك باخد وشير تطلع من 2، وبعد واشتراك كده في بطلع القناة، من كلهم. واذا عجبكم الفيديو تحطوا له لايك، دي وشكرا غرزة لكم ال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.